السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نتابع يا صف الثاني الأمامير، بدنا نتابع تدريبات صديق من ورق تدريب 9 صفحة 39، تمرين 9 صفحة 39. قبل ما نحل على الكتاب بدنا نعرف إنه التمرين بيحكي أنت، أنتما، أنتي، أنتم، أنتن. هدول عبارة عن نوع من أنواع الضمائر اللي اليوم بدنا نتعلمهم. ضمائر اليوم بدنا نتعلمهم، بدنا نكتبهم على الدفتر. إذا ننسى الكتاب شوي ونمسك دفاترنا علشان نكتب العنوان الضمائر المنفصلة. اسمها منفصلة، إيش يعني منفصلة؟ يعني ما بتكون بنفس الكلمة. مثلا لو حكينا كلمة بيته، الهاء متصل بكلمة بيته، فهذا مش منفصل، هذا بسميه متصل. أما أنت جميل، أنت ضمير منفصل عن كلمة جميل فسميته ضمير منفصل. إذا الضمائر المنفصلة بتكون بعيدة عن الكلمة، ما بتكون ملتصقة فيها بنفس الكلمة. ضمائر منفصلة هي 3 أنواع اليوم راح نتعلمهم. ثلاثة أنواع اليوم نتعلمها هو ضمائر المتكلم، وضمائر الغائب، وضمائر المخاطب. ضمائر المتكلم أنا بكون بتكلم فيه عن نفسي، أو إحنا بنتكلم فيه عن نفسنا. مثلا لما أنا أدرس بحكي عن حالي، أنا بتكلم عن نفسي، أنا أدرس، إذا أنا من الضمائر المتكلم. لما يكون كل الصف بده يحكي إنه بيدرسوا، نحكي نحن ندرس من ضمائر المتكلم. أما ضمائر الغائب، شخص غير موجود عندي ما بقدر أحكي له أنا، ولا بقدر أحكي له أنت، مش أمامي، فهو غائب عني. فأي شخص غائب عني بحكي هو يدرس، أنا شفته بيدرس ورحت، بس شو بحكي عنه؟ ما بحكي لهش انه انت بتدرس، بحكي مع حدا تاني، بحكي عن حدا غائب. هو يدرس، هي تدرس، حسب الشخص اللي بحكي عنه. اذا كان مفرد مذكر بحكي له هو، اذا كان انا بحكي عنها وحدة وبنت مفرد ومؤنث بحكي لها هي. اما اذا كانوا اثنان مذكر او مؤنث بحكي لهم هو، يعني الولدين بحكي لهم هما، والبنتين بحكي لهم هما. أما جمع المذكر، مثلا المسلمون بحكي عن جمع مذكر ينتهي بواو ونون، هم. أما مثلا كلمة الفتيات هن مؤمنات، الفتيات جمع مؤنث سالم حطيت لهن. إذن ضمائر الغائب هي هو، هي، هما، هم، هن، هن. أما ضمائر المخاطب اللي رح نحل عليهم التدريب اللي بصفحة 39، ضمائر المخاطب، شخص أمامي وبحكي معه، بخاطبه وبحكي معه. إذا كان شخص واحد وذكر مذكر بحكي عنه أنت، إذا كانت بنت بحكي عنها أنت، إذا كانوا اثنتان أو اثنان بحكي لهم أنتما. جمع مذكر أنتم، جمع مؤنث أنتن. هذا كل واجب ينكتب على الدفتر بخط جميل ورائع، هي واجب كتابة الضمائر المنفصلة على دفترك. بدي أشوفه علشان أشوف الطالب المرتب، ورح أشوف كيف رح تستخرجه، إنه رح يجي سؤال استخراج. ممكن أحكي لك استخرج ضمير منفصل، ما أحدد لك هو متكلم، هو غائب، هو مخاطب. ممكن أحكي لك حكي ضمير غائب، ممكن أحياناً تدور لي على ضمير مخاطب. أنت لازم تكون حافظهم. مهم في الاستخراج. نرجع لتمريننا. صديقان مخلصان. صديقان كلمة تنتهي بألف ونون، تدل على مثنى، والمثنى تحتاج إلى أنت أم أنتما أم أنتي أم أنتم أم أنتن. صديقان هي مثنى فهي لأنتما. صديقة مخلصة تتحدث عن
مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، فنختار أنت. أحسنتم، أنت صديق مخلص. تتحدث عن مفرد مذكر، فنحتاج إلى أنت. أنت صديق مخلص. أصدقاء مخلصون. نتحدث عن جمع مخلصون، أصدقاء مخلصون. هو نتحدث عن جمع ونقول أنتم. رجاء حلوا معاي على الكتاب صفحة 39.